السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نتحول من دار بيضاء إلى فاس مع أخينا سيدي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج. يا مرحبا بك يا محمد. لعواش نوكا. الله يبارك فيكم سيدي. ونهار كبير، هذه ليلة كبيرة عندي منش. يا أهلا وسهلا بك أخويا. سيد الحاج كي دايرة معك صحيحة؟ نحمد ربي ونشكره مولاي. ودع معنا شي دعوة ديال الخير مع واحد الوالدة راها مريضة. لا إله إلا الله. أنا مريض وراها هذه السنين وأنا كنطلق وباغي نتصل بك. وراني هاد النهار ما نعرفش نعبر لك هاد الفرحة اللي راني شدهني دابا منين نشد لي الخط. الله يحفظك أخويا محمد، الله يعلي مقامك سيدي. والدعم على واحد الوالدة راه مريضة وما كتصومش حتى شي صوم الصيف، كنقولها ما تصومش، عندها داك الشيء ديال الضيقة وعندها داك الشيء الكلاوي وعندها السكر وعرفتي ولا واحد الحالة، وكتقول تصوم كتحوزها النفس على الصيام، كتقول لك الحمد لله تعالى وتبارك كنقولها ما تصومش. الدعم على مريضة. الله يشافيها ويعافيها يا رب. الله يشافيها يا رب. وكل من كيسمعنا في المغاربة من طنجة حتى القويرة ومن وجدة حتى الصويرة يدعى معنا، رحنا نقولوا امين يقول امين. رحنا بواحد بحالة سيد الحاج ما نحتاجش نقول لك، واحد ضيم وشادين الحجر الصحي وواحد المشاكل عندنا كبيرة ماشي صغيرة. من بعد نهضر معك في الرقب ديالك ان شاء الله ونعاود لك. واخا اخويا محمد، اخويا الله يفرج عليكم، الله يفرج عليكم، الله يمسك عليكم اخويا محمد. هنا واحد دعوة الخير وكنسألوا من المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن يدعوا معنا، وحنا رحنا كندعوا وكنقولوا امين ويعز علينا هذا الوباء في القارب في العاجل غير الاجل. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. وراه نهار كبير حنا كنفرحوا بك وكنفتخروا بك، وحنا فهمتي ولا كنسنت لك انا ديما ومعجب بالاذاعه ديالك، وراه اول مره كنهضر في الاذاعه فهمتي. عزك الله عزك الله يا محمد. علاش غنقول لك ما نحتاجش نعبر لك هذه الليله بهذه الفرحه. الله يفرحك بدخول الجنة سيدي محمد. وانا غندوز لك الوالدة تهضر معك حتى هي. مشرف يا سيدي مرحبا. الحاج قريبان في الاذاعه. عاود لك الشلام. السلام عليكم الشريفة. السلام سيدي. السلام. كيف بقيتي شوية لالا؟ كيف بقيتي الصحة ديالك؟ ايوا شوية سيدي شوية. ما يكون عندك باس، الله يشافيك. الله ما كنقدش غزرت ليا وكلشي ضرني. الله يشافيك. ما صرت سيدي لا يد كثيرة ولا يد طويلة والو. الحمد لله ان شاء الله ربي يفرج. امين سيدي امين. الله يفرج عليكم يا رب. يا رب يا سيدي الله يفرج عليكم لنا. بارك الله فيك الحجة. لا حول ولا قوة الا بالله. امين سيدي. واخا ان شاء الله باذن الله تعالى. كنشكرك الحجة، الله يحفظك يا رب. واخي سامي جزاك الله خيرا، احتفظ لينا بالرقم ديال سي محمد من فاس، نتواصل معه ان شاء الله خارج البرنامج. الله يفرج عليكم، لا حول ولا قوه الا بالله. الوالده الله يطول عمرك، انت هي مريضه وربي سبحانه وتعالى لما فرض علينا صيام رمضان فرضوا علينا باش نكونوا الحمد لله بصحه وعافيه جيده. رمضان هو شهر الجوع والعطش، علاش؟ لان الانسان كيكون طيلة السنة كياخذ راحته في الطعام وكيتكون في الجسم سموم قاتلة وكتبقى تراكم وما كاينش شي مرحلة ديال التوقف. الله تعالى برحمته الواسعة شرع لنا الصيام باش نديروا واحد المرحلة ديال التوقف والمراجعة ديال الذات، وباش نجوعوا ونعطشوا جوع شديد وعطش شديد، وفي خير عظيم لأن الجسم كيرمي جميع الامور ديال التلوث اللي بالداخل ديالو وكيعاود يطهر من جديد وكيعاود يتنظف من جديد، ومن ثم كيكون مستعد على انه يستأنف نشاطه من جديد. فهذا الحاله العاديه. لكن الناس اللي هما في وضعيه غير عاديه، ربي اباح لهم الافطار بحال المراه الحائض حتى يخرج منها الدم وكتخرج منها واحد الطاقه، ربي عفاها من الصيام. الطفل الصغير اللي هو يا ما عنده صحة لم يبلغ الحلم، ربي ما عطاه صيام يفطر. والشيخ الكبير اللي ما بقات عنده طاقة حتى هو ما عليه صيام. والإنسان المريض المنهك
ما يقدرش، طاقته ضعيفة، ما عليه صيام. وقس على ذلك المرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء، وكل هؤلاء كيبدلوا طاقة إضافية ربي لم يحملهم فوق طاقتهم. فإذا كنت مريضة شريفة، وكيف قال لنا الوليد ديالك سيدي محمد الله يحفظه ويرعاه، عندك الضيقة وعندك السكر وعندك الكلاوي، هذه أمراض كثيرة. فمجرد أن الطبيب ديالك اللي هو طبيب غادي يقول الحمد لله مسلم حاضق ناصح، غادي يقول لك ما تصوميش، ما تصوميش، الصيام ديالك خطر، واخا عندك القدرة باش تصومي ولكن ربما تقدري كتأذي أجزاء أخرى، الكلاوي كينشفوا بسرعة. وربنا لم يكلفنا، قال لك ففدية طعام مسكين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا اللي صحيح وغير صح، وباقي مازال شباب وباقي صحيح. ففدية هذا قال لنا من بعد يعاود يصوم، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثالثا لرمضان ويرجع الأيام اللي عليه، يتسمى القضاء. لكن اللي عنده مرض مزمن وهو كبير السن، هذا ما غيتسناش غد يرجع للشباب باش يعاود يصوم، هذا ربي لم يكلفه، أعطاه الفدية. ففدية طعام مسكين، والفدية هي إطعام كل يوم واحد مسكين ضعيف، ممكن تجمعها كلها في أول رمضان، ممكن تل وسط رمضان، ممكن تل آخر رمضان، لكن كلما كانت في الأول كان أفضل، وسارعوا وسابقوا في الخيرات. فأسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك الشريفة ديالنا، ودعي مع سيدي محمد الشاب وليدك الله يعطيه الصلاح والفلاح. شعرت من خلال الكلام دياله بأنكم في ضائقة شديدة ومع هذا الحجر الصحي والظروف الصعبة، ونطلب الله تعالى أستاذ المستمعين الله يجزيكم بخير، أخوكم سيدي محمد من فاس يبدو أنه عنده ضائقة شديدة، وربما الفقر وربما الحجر الصحي وربما المساحة ديال البيت، راكين بعض العائلات عندهم 20 متر أو 30 متر ومجموعين كلهم سبعة الأنفار، وهذه مدة تقريبا أكثر من شهر ديال الحجر الصحي، كاين اللي ما كيلقى فين يخرج فين يدخل، وكاين اللي كيوقع النفوس كتمرض، وكيوقع النزاع بين الزوج والزوجة، كيوقع النزاع بين الأولاد والبنات، كيوقع النزاع بين الجيران، كاين اللي عندهم أعزكم الله كنيف مشترك غيسي مشترك، كاين اللي عندهم ما عنده الصح ما كيشوفش لهوا، ربي اللي عالم بهم. نطلب الله تعالى يفرج على الجميع، الله يجزيكم بخير، غاليكم اللي هما داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن يهزوا يديهم يدعوا معه. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود، هذا أخونا محمد وقد تسمى بالاسم العزيز عليك محمد رسول الله، تسمى باسمي حبيبي الشفيع، اللهم بجاه النبي المصطفى فرج على أخينا محمد، اللهم فرج عليه الهم والغم، اللهم نفس كربه، اللهم اقض حوائجه، اقض عليه دينه، اللهم ارزقه رزقا واسعا، رزقا طيبا، رزقا حلالا، اللهم شافي والدته يا رب، متعا بالصحة والعافية وتمام العافية، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، اللهم وسع عليه ضيقته، يا واسع يا واسع، الله من أسمائه الحسنى الواسع، الله يوسع عليك وعلينا وعلى جميع المؤمنين، والله يوسع الأموات ضيقة القبور، اللهم يا واسع وسع علينا في زمن الحجر الصحي، اللهم وسع على أخينا محمد يا باسط، الله تعالى أسمائه الباسط، الباسط أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، اللهم ابسط له رزقك وخيرك وبركتك، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.